عبقرية المدارس الموسم التاسع ومباراة متكافئة والنتيجة تعادل 30 لسيل هرم 30 الزهراء الخاصة. والزهراء الخاصة حصل عندنا تغييرين، زينة السلامي نزلت مكان مريم حسن ونور الدين مصطفى نزل مكان يوسف أحمد. ازيك يا نور؟ الحمد لله. نور عايز تبقى بروجرامر؟ اه. صح؟ اه. عايز تعمل برامج نوعها ايه؟ انا بحب دايما اللي هي البرامج اللي تفيد الناس عامة، زي مثلا زي موقع التصفح مثلا. يعني انت مهتم بالشق التجاري اكتر؟ اه. جميل. بزيز. اخبار حرس الحدود ايه؟ سبتها من زمان. بتشجع حرس الحدود ولا بتشجع الزمالك؟ لا طبعا الزمالك. لا طبعا. طب لو حرس الحدود بيلعبوا ضد الزمالك هتشجع مين؟ لا الزمالك برضو. زملكاوي صميم يعني؟ جدا جدا. سنظل اوفياء، صح ولا غلط؟ طبعا. طبعا. بالتوفيق يا نور. وحصل عندنا تغييرين في الليسي، حنين الفنتي نزلت مكان جنى امين، واياد ابو عميره نزل مكان محمد امين. ازيك يا اياد؟ تمام. ازي حضرتك؟ عايز تخش معهد سينما؟ واضح اللي بيقعد على الكرسي ده عايز يعمل افلام. يعني محمد امين كان عايز برضو يعمل شركه انتاج، وانت عايز تخش معهد سينما. اشتغل معايا بقى. تشتغلوا مع بعض؟ بالظبط كده. طب انت عايز تشتغل في ايه بقى في القطاع الفني؟ انا عايز ابقى سينماتوجرافر، يعني عايز اخش قسم التصوير. جميل ان انت محدد كده. طيب احساسك ايه وانت جوه الاستوديو بقى؟ مبسوط بس متوتر الصراحه. يعني لا، مع الوقت هتكتسب خبرة وتمام، تلقش إن شاء الله. فأنت إياد مهتم بالمجال الفني، ومريم ومحمد أمين كمان. النهاردة عندنا مباراة فنية، هنشوف هتعملوا إيه في فقرة الفنون إن شاء الله. بالتوفيق يا إياد. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. حنين ومنة، منة وحنين. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط والنتيجة تعادل. روح رياضية. معلومات عامة والسؤال هو: ما هي الشركة الأمريكية العالمية التي تلقب بماوس هاوس؟ ماوس هاوس شركة أمريكية عالمية، ممكن تبقى إيه؟ ماوس هاوس مش معقولة مش عارفينها. مايكروسوفت. مايكروسوفت إجابة خاطئة. حنين، أنت مبدئيا مفروض يبقى إيديكي على البازر ده مبدئيا يعني. ماوس هاوس ممكن تبقى إيه؟ انتوا هتتخضوا لما تسمعوا الإجابة. مفيش إجابة. طيب تخيلي بقى الإجابة إيه. ديزني. ماوس هاوس. أيوة. شفتوا السؤال سهل إزاي؟ ماوس هاوس ديزني. تفضلوا. سؤال في الرياضة، ملك ونور. نور وملك. ملك نزل في الرياضة دي، ضحكوا عليك الولاد، ضحكوا. المفروض الرياضة دي اللي بيهتم بيه اكتر الولاد، ولا انت عشان بتلعبي بقى العاب قوه وكده؟ هنشوف. كوره كمان. بتلعبي كوره؟ بتلعبي كوره فين؟ في الجزيره. في نادي الجزيره؟ بس انا واقفه بقالي فتره عشان جالي اصابه. ايه الاصابه اللي جات لك؟ رباط صليبي. يا نهار ابيض. عملتي عمليه ولا لسه؟ لا. مش هتعمليه يعني؟ كنت اتمنى اجي اتفرج عليكي، فيعني معلش يعني. هترجعي ان شاء الله. قربت. هترجعي وهتفرج عليكي. رياضة والسؤال هو: ما هي الرياضة التي يستخدم بها المصطلح سلام دانك؟ سلام دانك رياضة ايه؟ مش قادر اشرح لكم اي حاجة عن الكلمة دي. المصارعة. سلام دانك مش في المصارعة اكيد. اجابة خاطئة. أنا أخمن. ممكن تكون الباليه؟ لا ده مش ممكن تكون الباليه. أكيد. مستحيل. الباليه عشان سلام دانك. إجابة مضحكة.
سلام دانك ايه يا اياد؟ باسكت بول. بالظبط كده، باسكت بول سلام دانك. لما اللعيب بيتحكم فيها في الهواء ينزل في الباسكت دي اسمها سلام دانك. اتفضلوا اياد وزينة، سؤال في التكنولوجيا لغاية دلوقتي واحد لواحد، مفيش حاجة اتجاوبت. تكنولوجيا، والسؤال هو ما هو أكبر تطبيق من حيث عدد مرات التحميل على بلاي ستور في عام 2019؟ فيسبوك. استنى حجيلك. فيسبوك إجابة خاطئة. واتساب. واتساب أكتر من فيسبوك. إجابة صحيحة. واتساب هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط لإياد، وكده النتيجة 40 لسيل هرم، 30 الزهراء الخاصة. مينا وعمر، عمر ومينا، قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 123 في 4 زائد 5 في 6 يساوي كام؟ خمسمية اتنين وعشرين. عمر اتلخبط. عمر خلاص، 522 إجابة صحيحة. مبروك عمر، 522 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مينا. 50 لسيل هرم، هارلك يا عمر، 30 الزهراء الخاصة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما مسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة تعتمد على السرعة ليكم التو التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو ما هو فيلم الرسوم المتحركة الذي يشتهر بالفتاة بو؟ ماسترز إنك. صح طبعا. خطف من كل بازل. مونسترز إنك إجابة صحيحة. شركة المرعوبين المحدودة. وكده نتيجة 40 زهراء الخاصة، 50 لسيل هرم. هارد لك يا حنين، انت عايز تخطف البازر؟ تأخرتي ثانية. حنين عايز تخشي ألسن. الجميل بقى ان انت عايز تبقي دكتورة في ألسن. عايزة تدرسي. في حد في العيلة دكتور في الجامعة؟ لا، بس أنا حابة قصة إن أنا أكون دكتورة في الجامعة وأدرس كده. بالتوفيق يا حنين. ودلوقتي مع السؤال التاني في الأغاني والموسيقى، وحنسمع أغنية الأول. أغاني موسيقى، والسؤال هو هافانا هي أغنية لإحدى أشهر المطربات الأمريكيات. كاميلا كابيو. مفيش وقت، هي كده، هو عينيه على الكاونتر. كاميلا كابيو يا عمر، إجابة صحيحة. النتيجة تعادل 50-50. لوحات ومعالم، والسؤال هو مهبة مقبرة هو واحد من أشهر المباني التاريخية في إحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ اتأخرتوا. إجابتك الهند. الهند إجابة صحيحة. طبعا الهند. برافو عليك يا عمر. صاحب المقبرة اسمه مهبة خان. نتيجة 60 زهراء الخاصة،
50 لسيل هرم. الأسئلة دي تعتمد على السرعة. الإجابة كانت عندك يا مينا، مستني إيه؟ خلاص عمر، برافو عليك، متألق الفقرة دي. زينة، ازيك يا زينة؟ زي حضرتك. زينة عايزة تبقي دكتورة نفسية. سايكايتريك. أيوه. قولي لي يا زينة، الفكرة جاتلك منين؟ هو أنا عامة كانت بتشدني مثلا المسلسلات اللي هي بيدرسوا فيها شخصية غريبة، شخصيتها والحاجات اللي بتحصل عشان تأثر حالتها النفسية بتخليها توصل لكده. يعني مثلا معظم السايكوباث والسوسيوباث بيبقى حصل لهم حاجة وهم صغيرين بتأديهم، وبيبقى فيه ساينز كتير ممكن يبقوا معروفين من قبل ما يعملوا حاجة تضرهم أو تضر حد حواليهم. مجال جميل وفيري انترستينج ومختلف. ليه؟ لان كل شخصيه مش زي الثانيه. بالظبط. احنا في العالم شخصيات مختلفه وبنكمل بعض، صح؟ صح. انترستينج جدا يا زينه، بالتوفيق. شكرا. اخر سؤال في الفقره، سرعه البديهه، والسؤال هو: من هو السياسي الشهير صاحب التفاصيل في الصوره؟ اياد. باراك اوباما. أوباما، اتعادلت، إجابة صحيحة. أوباما هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة تعادل. شفتوا بقى يعني إيه أسئلة سرعة؟ هي كده نتيجة 60-60. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 120,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.